مساء الفل على أحلى جمهور في الدنيا، جمهور شاشة الصحة والجمال. وحشتوني جدا جدا. طبعا انتوا عارفين ان احنا في برنامج فكرة، وزي ما قلتلكوا دايما فكرتنا النهاردة مستقبل بكرة. أول حاجة بقى هبتدي بيها معاكوا قبل ما أقدم الضيفة اللي معانا النهاردة وتدخل معانا النهاردة، زي أكيد هيظهر عندكوا أو أكيد شفتوا أول راعي رسمي لينا، وهي البيج اللي هتظهر عندكم، وهي اسمها ريبان دوت ايجي. طبعا هي ملهاش علاقة بريبان خالص، بس هي بيج بتاعت نظارات. عايزة اقول لكم ان هي حاجة طبعا جديدة جدا. عايزة اقول لكم النظارات دي يعني بتجربة ليا او كتجربة سابقة ليا، النظارات دي هي يا جماعة فيرست هاي كوبي سيم اوريجينال. النظارات دي كويسة جدا، اسعارها في متناول الجميع، الخامة بتاعتها جميلة جدا. مش انا بس اللي بشكر فيها، طبعا لو كان عندنا وقت كنت ممكن يعني عملت مداخلات لناس كتيرة جدا، وكانت تقول لكم رأيها في النظارات دي. فاللي هيجرب النظارات دي بجد يا جماعة مش هيندم. الشخص اللي شغال في النظارات ده بقيله حوالي 11 سنة، والحمد لله الخامة بتاعتها كويسة جدا، وفيها طبعا مميزات كتير. فأنا مهما هتكلم يعني مش هعرف أقول. فهو ده أول سبونسر لينا للبرنامج، هيظهر دايما أو في خلال كل حلقة إن شاء الله هجيب لكم صور لنظارات أكتر وأكتر، لحد ما هو ممكن في يوم من الأيام يظهر ويتكلم عن الخامات دي، لأن طبعا أنا مقدرش أو دي حاجة مش من تخصصي إن أنا أتكلم فيها. طيب تاني حاجة بقى عندنا، عايزة اتكلم معاكو عن اتنين بيتش لكل واحدة، وهم اتنين ميك اب ارتست كويسين جدا. وبرضو مش هقول كتجربة سابقة ليا، هرجع واقول عشان البرنامج بتاعنا اسمه فكرة، وزي ما قلتلكو انا من الناس اللي بدعم كل الافكار المختلفة والجديدة. هي عجبتني اول واحدة، هي معانا اسمها مروة رضا. مروة رضا دي على فكرة حطيت لي لوك قبل كده، كان جميل جدا وبجد يعني معرفتش اشكرها، فانا النهاردة بشكرها. اللوكات بتاعتها برضو هتظهر عندكم على الشاشة، والتواصل طبعا من خلالها. هي لسه مبتدئة بس بجد يا جماعة اللوك بتاعها جميل جدا ومميز، وانا بجد دي من الناس المحترمه جدا، ومن الناس اللي يعني كتير كانت بتقولي انا لو في حد مش مقتدر او عروسه او اي حد يعني محتاج، انا هعمل له الحاجه دي من غير اي مقابل. كمان واحده زيها برضو هتظهر عندكم، وهي اسمها امنيه هاني. دي من الاشخاص اللي انا تعاملت معاها، محترمه جدا جدا، وبرضو شفتها عملت لناس كتيره جدا من دون اي مقابل. وانا عشان كده بعز الناس دي جدا اللي هي بتكون بتدي يا جماعه ومش مستنيه اي مقابل، مش بتعمل عشان تكون مستنيه الماده. برضو هتكون اللوكات بتاعتها دي بقى يعني اللوك بتاعها شويه مختلف وعجبني، يعني هو مش اوفر ومش هيدي قوي، حاجه كده في الوسط بس جميل جدا. امنيه دي برضو انا عايزه بقى اقول لها كده على الهوا، انا بحبك جدا يا امنيه، وبرضو عندكم اللوكات هتظهر عندكم ارقام التواصل. ضيفتنا بقى انا هقدمها قبل ما ياخد فاصل وتدخل معانا، هي يا جماعه من الناس انا برضو هتكلم عن موضوع انا اتكلمت عنه المره اللي فاتت، وهو الشعر وعلاج الشعر. بس هيكون المره دي متخصصه، مش هقول عليها دكتوره عشان دي واحده اكتر من دكتوره. هي عندها على فكره او صاحبه بيوتي سنتر وكلينك، هو اسمه امنيه او كلينك او سوري امنيه طلعت هير كلينك. وهي بصراحة يعني هنشوف معانا في الفقرة بتاعتنا، هي عارفة كل حاجة عن الشعر ممكن تخطر على بالكو، وأسئلة كتير بقى احنا ما سألناهاش قبل كده هنسألها معانا لأمنية، هتعجبكو جدا، وحاجات مختلفة وحاجات فعلا احنا بنكون يعني محتاجين إجابة عنها، مش بنلاقي إجابة عنها بسهولة. هناخد بس فاصل، وهندخل بعد الفاصل معانا مع أمنية، واستنونا.